تودو رول كيك من غير لف ودوران هتظبط. مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بكم في برنامج البرنامج. النهاردة هنتكلم عن موضوع المعونة الأمريكية والتمويل الأجنبي، وبما إن إحنا عارفين الموضوع رايح فين وخلص على إيه، هنعمل نفسنا إن إحنا مش واخدين بالنا، وهنمثل عليكم إن إحنا هنتفاجئ بالنتيجة في الآخر. إذن لسان حل الحلقة هو أنا عاملة نفسي نايمة. مدام الحلقة دي شعارها الاستعباط زي حاجات كتير في البلد، يبقى نعمل فيها عبط ونمثل إن إحنا بنفتكر الموضوع ابتدى إزاي. أكدت النيابة العامة أن مذهبات بعض مقار منظمات المجتمع المدني جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المنظمات. المعهد الديمقراطي الوطني دي منظمة دولية أجنبية هي اللي تعرضت لهذا الانتهاك النهاردة والهجوم ده. مدهمت النيابة وقوات الأمن مقر 17 منظمة بعد فشل قصدي نجاح أفلام مثل الأنركية، الماسونية، الفوتوشوب، القبض على جواسيس يمين وشمال، الانفلات الأمني، عناصر مندسة، الله الخفي. نعود إليكم في أقوى أفلام الموسم. معوني الحبي أنا عثر على كميات من البانجو والحشيش، ولقوا في شرايط وفي محاضر وفي أرقام تحويلات، أرقام حسابات، لقوا فيها مستندات مهمة جدا هتنفعهم خلال المرحلة المقبلة، وبتؤكد تورط هذه المنظمات في تلقي أموال لنشر فوضى. جمعيات المجتمع المدني داخل مصر دون استئذان الحكومة المصرية. أنا أول حاجة ما تشرفنيش أبقى أنتمي لأي منظمة من منظمات حقوق الإنسان. ميجا مايند الشرارة الأولى لقفل المنظمات، وبالرغم من صدقه كل الناس عامت على صدقه، وبقت مجمعة إن إحنا لازم نخلص من المعونة، حتى تلفزيون الدولة الرسمي وبقية الجهات الرسمية اللي كانت عمالة تطنطن على إلغاء المعونة من غير ما تقرب من إلغاء كامب ديفيد أو معاهدة السلام اللي بسببها في معونة. طب إيه رد فعل الإعلام الأمريكي؟ أكيد بيعيطوا من موضوع إلغاء المعونة ده. Why are we offering aid and forgiving billions of dollars to Egypt? يعني إحنا قافشين إن إحنا بناخد معونة وهم قافشين إن هم بيدونا المعونة. دي كده عاملة زي قصة الحب اللي كنا بنشوفها في أفلام نادية الجندي. في حنية بس معها شراسة، في شهوة بس معها عنف. مش مشكلة دلوقتي، المهم الفلوس اللي هتدمر البلد دي وتقسمها قد إيه. دعم المنظمات بأربعين مليون دولار، وصل حجم التبرعات الخارجية 70 مليون دولار. بيستقطعوا من مالهم ومن دافع الضرائب في أمريكا ويدونا 105 مليون دولار. في جمعية اسمها أنصار السنة بتتبع مجموعة من السلفيين ومجموعة من الإخوان، وتم تحويل لهم مبلغ بنفس اللفظ كده ما يعادل 124 مليون جنيه من قطر. إن المنظمات الخمس التي يتم التحقيق معها حاليا حصلت خلال 7 سنوات من عملها على 35 مليون دولار، في حين حصلت عقب الثورة على 175 مليون دولار. كل ده؟ أمال مجموع المعونات اللي خدناها في الكام سنة اللي فاتت كانت كام؟
المعونات اللي دخلت مصر كلها من امريكا ومن الدول الغربية ومن دول التعاون الخليجي وجميع الدول اللي دخلت مصر خلال الثلاثة عقود او الثلاثين سنة او العشر 1950 يوم اللي حكمنا فيهم رأس النظام السابق 213 مليار دولار. بصرف النظر عن السؤال اللي بيطرح نفسه، الفلوس دي كلها راحت فين؟ اللي هو نفس السؤال بتاع المليارات اللي اتهربت من البلد راحت فين؟ دهب السكري بيروح فين؟ اللي ممكن تكون اجابتها انها اتهربت ورجعت لنا في صورة معونة او العكس. السؤال هنا ازاي 124 او 181 مليون هم اللي هيقسموا مصر ويعملوا دولة داخل دولة، مع ان بال 213 مليار كان ممكن يشتروا التجمع الخامس 6 اكتوبر 10 رمضان الدقي المهندسين المعادي ويعملوا فعلا دولة داخل دولة. مش مهم دلوقتي، المهم نتخلص من عار المعونة. من النهارده مفيش معونة، انا المعونة. وعايز اقول للامريكان وغيرهم، اوعى تفتكروا 1.3 مليار ولا الارشادات اللي بتجيبوها لنا في المعونة الاقتصادية تعمل لنا حاجة. المعونة الامريكية دمار يجب التخلص منه. سنجمع اضعاف اضعاف اضعاف، ولا اريد ان اقول اضعاف، الى صلاة الفجر. طيب، ما تقدمه لنا امريكا من معونة تريد ان تستذل بها مصر القامة ومصر القيمة. ايوه، احنا مش محتاجين معونة، احنا نلمها اضعاف اضعاف اضعاف. جاء وقت العزة والكرامة، جاء وقت استرداد هيبة الدولة. مصر فيها خير كتير يا اخوانا، اغنياء وقادة البلد اكيد عندهم اللي يكفونا. بصرف النظر عن قسم المعونة دي من مرتبات الموظفين، احنا هنلم الفلوس من افقر واحد فينا لافقر واحد فينا. مش مهم، المهم ان معانا كل التيارات السياسية حتى الدين في صفنا. أصدر الأزهر الشريف فتوى بجواز قبول مصر للمعونة الأمريكية رغم رعاية الأزهر لمبادرة صندوق العزة والكرامة. ما علينا، المهم دلوقتي العزة والكرامة والهيبة، ولن نركع. وراجعوا هذه الجمعيات، جمعية لا لختان الإناث ولا للزواج المبكر، وحدث ولا حرج، ولد وبنت يساوي أسرة سعيدة. إيه ده فعلا، الختان وتنظيم الأسرة هي دي خيوط المؤامرة؟ هي الناس دي بتجيب معلوماتها منين؟ أموال طائلة تحت ما يسمى بالمعونات لتنظيم الأسرة. لا يبقى أكيد صح. ما فضلش إلا أننا كالعادة نسمع من حد مالوش علاقة بالسياسة. جري أوباما وجريت هيلاري كلينتون والدنيا اتقلبت، وجي البارون مش عارف إيه ولا مش عارف إيه عضو كونجرس إيه والتاني إيه والتالت إيه والراجل أدميرال مش عارف بتاع إيه، وأمريكا اتقلبت. هم عندهم المواطن غالي شوية، وعندنا المواطن مالوش تمن، بس الكلام ده اتغير. لن نركع. مصر ورت لأمريكا العين الحمر وضوح الشمس. مصر عدت أوباما على قفاه، رجعته، ثبتته، خلت رأسه في الأرض. انتوا عارفين طبعا الحلقة دي رايحة على فين. خلاص أنا علمت عليه، بس مش بلغة الألترس، ها؟ لا، علمت عليه بلغة السياسة يعني. خلاص علمت عليه، خلاص هو فهم. زلته، عزة وكرامة، عزة وكرامة، هبة. احنا هنلبس في الحيط بعد كام فيديو. لا أنا هو وقدمت لك الناس بتوعك متهمين، وكان ممكن أقبض عليهم بالقوة وأضرب كرسي في الكلوب بقى. فأنا وريت له أن مصر هي العزة والكرامة وهي صاحبة قرار. عزة وكرامة، لن نركع. ليه أنا حاسس أن احنا حنعلن الحرب على الجزائر تاني؟ لن نركع، لأن اللي حصل ده في رأي أكبر محلل استراتيجي، وبالتالي وجهة نظري اللي حصل ده 10 على 10. ينصر دينك يا شيخ، 10 على 10. وعشان كده ده يفسر الخبر اللي كانت كل الناس مستنيينه، الناس كلها اتريقت عليه، بس دلوقتي أنا فهمته. تعهد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن أخبار سارة لشعب مصر في القريب العاجل. أخيراً خبر سعيد، لن نركع. كرامتنا فوق كل شيء، مصر رجعت يا جماعة. وصل لمطار القاهرة الملحق العسكري الأمريكي وأيضا الملحق الصحفي للسفارة الأمريكية، ده لإنهاء إجراءات سفر 19 أمريكي اللي هم اللي كانوا متهمين في هذه القضية. هبة، عزة، هاتي أخت الكرامة وتعالي. مش قادر، علمنا على أوباما. لن نركع. مش قادر. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الفقرة الدائمة في البرنامج،
احنا خدنا على قفانا، ان القرار ده خنقنا، ان القرار ده ألم على قفانا، طلعنا عيال، انها إهانة للقضاء وإهانة لوجه الدولة في مصر. وبعد الرئيس الوسطى قال لن نركع، هو صادر، احنا انبطحنا. بس قبل ما ناخد على قفانا ونمسح دموعنا، احنا علمنا على أوباما. والآن إلى الفقرة التالية من البرنامج. أنا غضبان يا مصر، بس مش قوي. عايزين حكومة كلمتها ما بتنزلش الأرض، بس نزلت المرة دي. على هذا المجلس بتكوينه الجديد عقب بداية الثورة أن يعمل لاستعادة الاستقلال والسيادة المصرية على أرضها. لا نريد معونة من أحد. كيف يسمح لمؤسسة تعمل دون ترخيص، واللي عايز يعمل كشك سجاير لازم يأتي بترخيص؟ نحن أمام اعتداء صارخ من الحكومة الأمريكية على السيادة الوطنية. يا ليت نواب الكونغرس الأمريكي يستمعون إليكم ليعرف أن برلمان الثورة برلمان ثائر، ولن يسمح أبدا، لن يسمح أبدا بانتهاك السيادة الوطنية. يا ليتهم يشوفونا. ليه؟ هيشوفوا إيه؟ ما بلاش إحنا. السؤال هنا، هل هم زعلانين عشان الناس دي هربت، ولا علشان 49 حزب من مجلس الشعب والشورى اتدربوا في المنظمات دي؟ يمكن بصفتهم اتدربوا معهم زعلانين انهم ما كانوش متهمين في القضية عشان يسافروا هم كمان امريكا. الفقرة الاخيرة، هيا بنا نفرش الملاية. ونصحى من النوم نلاقي 19 الامريكيين طاروا في الهواء شاشة على طيارة امريكانية. ده ايه ده؟ عايزين نشوف الناس اللي سلموا الامريكان اللي متهمين في جناية هنا في مصر، عايزين نسمعهم هيقولوا لنا ايه. نشوف. واللي اختشوا طبعا ماتوا. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استغرب. هذه البلاغات التي قدمت اليه لرئيس محكمة استئناف القاهرة، هو نفسه رئيس محكمة استئناف القاهرة، يبقى يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت. شوف ازاي. والان مع افضل تعليق على موضوع سفر المتهمين. مين اللي خلى الطياره تنزل المطار يا اخويا؟ مفيش حد. مين اللي خلى الامريكان يسافروا بالطياره ويمشوا يا اخويا؟ ولا حد. ترابيزه؟ حاضر. ترابيزه هتقع. مين اللي هيكسر الترابيزه يا اخويا؟ حاضر. عليا الدم، الراجل ده مهون علينا كتير. المهم قبل ما نوصل للنتيجه بتاعت كل مصيبه اللي هي ولا حاجه، لازم نعدي على السكه المعتاده، اتهامات متبادله، رمي لوم على كل الناس، تلبيس حكومه نظيف، قصدي جنزوري. وعشان اساعدكم هجيب لكم حاجه تتشطروا عليها. انتوا ما جبتوش ليه؟ بل ده انطف من كده. هذه الوزيره كانت فعلا في النظام البائد، وهذا وانا مستغرب لماذا يستمر وجودها في الوزاره حتى الان. انا مستغرب فعلا. الجنزوري يقول أنه مصر لن تركع. نقول له أن الحكومة هي التي ركعت والشعب المصري لن يركع. هذه واحدة. المعني بهذه القضية بشكل أساسي السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية. هم فين؟ والحكومة البليدة اللي بتحكم مصر النهاردة. أنا على فكرة مش لاقي أي فرق. زي ما كان أحمد نظيف ما بيحضرش الجلسات الهامة، الدكتور الجنزور ما بيحضرش الجلسات الهامة. وكالعادة هنفضل نضرب في الـ ونسيب الـ. بس الناس دي طبعا هتدافع عن نفسها. الاستماع للمقطع القادم، نهديكم أغنية شاجي قبل ما يغني مع تامر حسني It was me. نفى وزير الداخلية أن تكون لوزارته أي دور في الكلام عن السفر الأمريكان، قال أنه وزارته ملهاش أي دور. دور وزارة التعاون الدولي ليس لها علاقة بمنظمات المجتمع المدني على الإطلاق. والله يا حضرتك الكلام ده يسأل فيه، وتقدر حضرتك بعد إذنك مش أسأل، ممكن سعادتك تتأثر فيه من أولي الأمر. طائرة حكومية ولا تمنح التصريح من وزارة الطيران المدني. الجميع يغسلون أيديهم من هذه الفضيحة. It was me. طيب هل كان في أي شيء مصر كسبته في المقابل عشان اللي حصل ده؟ وهنا يجي دور المصادر.
بوابة الأهرام نازل عليها خبر أمس إنه فجرت قنبلة مدوية بتقول إنه ملف في ملف منظمات التمويل إنها كشفت عن تفاصيل صفقة كبرى تمت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر والإدارة الأمريكية. أهي بوابة الأهرام أهي التزمت فيها الأخيرة بمنح مصر 50 مليار جنيه إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية. 50 مليار أم الفاتي، يعني المعونة في 7-8-9 سنين كده. هل المصادر دي قالت حاجة تانية؟ تابعت المصادر وقالت إن السبب الثاني الذي أشعل حالة التوتر هو تدخل أمريكا لمنع تقديم قرض من البنك الدولي، وهو ده ما يسمى التقدم. في الخمسينات لما ده حصل أمن من القناة، لكن دلوقتي بنقبض على ناس رهائن عشان نمشي قرض اللي لو كان مشي من الأول كنا تغاضينا عن عدم وجود تراخيص أو إنهم بيقسموا مصر وإن هما بيدمروا البلد أو إن إحنا بقينا بنساوم على فلوس، وفي الحالة دي لن نركع إلا لو قبضنا الثمن. إحنا بقينا أسوأ من قراصنة الصومال. المرة الجاية اللي نتزنق نجيب سياح نفسحهم يومين وبعدين نلبسهم تهمة ونقيدهم على فلوس. نداء عاجل من التلفزيون المصري إلى 7 مليون مصري اللي في الخارج، ارجعوا هنا قبل ما يقبضوا عليكم ويبدلوكم بالسياح اللي هنقبض عليهم. اوه انا اسف انا اسف انا اسف، انا متهيألي تشبيه رهائن وفدية وكده شديد شوية، الا لو سمعنا الكلام ده هوت عادل حمودة ستايل. عندي ملاحظات ربما تهدئ كثير من الامور وتكشف كثير من الاسرار. اهو النبي يا عمو، احنا محتاجين نهدى ونعرف اسرار زي كده الروسي والبرازيل اللي اتقبض عليهم في بانوراما اكتوبر. حصل في لجنة عليا تشكلت من رجال مخابرات ورجال الكونجرس وبعض أعضاء الهيئة الأمن القومي الأمريكية، وهي الهيئة المسؤولة عن التنصت ومسؤولة عن التقارير الإلكترونية في العالم. أسرار مش ممكن يعرفها اللي عادل حمودة نفسه، ويا إما كان هو جوه اللجنة أو ما أنت مع حد جواها. أو وكان أول قرار ليها حسب ما نشرت الصحف الأمريكية هو وضع تليفونات المسؤولين في مصر تحت التنصت، أو إنه قراها في جرايد أمريكية بتقول كلام يودي في داهية. هي الفجر وروزا اليوسف بتتوزع في أمريكا؟ دي أخبار تودي في داهية. وكان المفروض يحصل إيه؟ وقالت هذه الهيئة فيما كشف أن هناك 3 خطط لخطف المتهمين الأمريكان من فوق سطح السفارة الأمريكية بتدخل عسكري سافر، ويمكن ده اللي خلى مصر ترى أن التهديدات في الحقيقة كانت تهديدات لها منطق وأن التراجع له ما يبرره. يعني بلغة كابتن مدحت شلبي 10/10، يعني الخطة أن طيارات تخش المجال الجوي وتوصل لوسط البلد وجاردن سيتي وتشقطهم من فوق السفارة. طب إحنا ما عندناش حرس حدود، لا أنا 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 أنا, أنا مش بتكلم على فريق الكورة، بتكلم على القوات. ما عندناش دفاع جوي، ما عندناش طيارات حربية، ما عدناش حتى نبلة. بلوكات الخرسانة اللي مالية وسط البلد دي مش هتمنعهم؟ ده الزحمة على الكورنيش خط دفاع أول يا راجل، ده احنا بنموت كل يوم الصبح في المرور. لو انت عامل فيها زيكي وبتقول ايه علاقة طيارة هليكوبتر بالموانئ الخرسانية، أرجوك اقفل التلفزيون عشان مش ناقصاك. أستاذ عادل حمودة، اللي انت بتقوله ده غير ان هو خيال مش علمي، حتى لو حد نشره ده في حد ذاته تلبيس للدولة. بس تعالوا نعرف ايه سبب ان أمريكا ممكن كانت تعمل كده. الدستور الأمريكي ينص على حق الرئيس الأمريكي في أنه يتدخل بقوة عسكرية مسلحة لإنقاذ رهينة واحدة. طبعا ممكن أمريكا تغزو بلد بحالها عشان مواطنيها على أساس أن البلد دي إقفاص. طب تعالوا نشوف في الكام سنة اللي فاتت أمريكا عملت إيه مع رهائنها. في مارس 2009 لورا لينج وأونا لي صحفيتين من أصل كوري بس أمريكان تم احتجازهم في كوريا الشمالية بسبب دخول غير شرعي ولبسوهم قضايا بقى تجسس وتخابر ولازم منهم. الموقف ده امريكا تعاملت معاه ازاي؟ يونغدوسا كيمزونغيل دونجيكيسو 미국 전 대통령 빌 클린턴을 접견하셨습니다. زي ما ست الحاجه قالت، بيل كلينتون راح كوريا قابل الرئيس هناك خد الرهائن ورجع بيهم على امريكا. بس اكيد الموقف هيختلف مع ايران اللي في يوليو 2009 برضه أمريكان اتقبض عليهم هما بيعدوا الحدود من العراق واتحبسوا 2 سنين. هل أمريكا أعلنت الحرب وبعتت طائرات وعملت تدخل عسكري سافر؟ لا، بس عندنا إحنا بس أو عند أستاذ عادل حمودة أمريكا هتغزو وسط البلد فلازم نتراجع في موضوع كلنا عارفين إنه هو تمثيلية من الأول. وتبقى في النهاية الرقم الرسمي اللي اندفع علشان لن نركع.
احنا يعني خدنا منهم 5 مليون دولار انهم روحوا؟ يعني خزانة الدولة دخلها 5 مليون دولار تمن انابيب بوتاجاز تكفي ضاد السلام يوم، او ان احنا نعمل عمليات لمناخير كل واحد في مجلس الشعب ومش مضطر يكذب، يلا اللي يجي منه احسن منه. اسمها خدنا حاجة من امريكا. Are we going to get our 5 million back for this? You're talking to the right guy about okay, that. Okay, but you promise? I think we're going to get our money back, okay. maybe with a little bit of interest. يعني رقعنا ببلاش وهندفع فوقين فايدة. أنا عايز سبب واحد مقنع إن إحنا سيبنا الناس دي تسافر. أكيد سبب تاني، مش الفلوس، مش الصفقات. أكيد سبب قوي. وأضاف عبد الباري أنه جاء بالمرافعة أن المتهمين الأجانب ليس لهم مأوى بمصر، وآخرين لديهم ظروف مرضية تستدعي للعلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت. يعني طلعوا في الآخر أصحاب عاية وعندهم امتحانات وهوملس. وكمان اتقال لي إن في واحد كان لازم يرجع لصاحبته والتاني كان عنده قراية فاتحة في بوسطن. أنا تعبت، أنا عايز أسافر وأشوف نفسي في بلد تانية بتتعامل مع المواضيع دي بطريقة مختلفة، دولة ليها مرجعية إسلامية، جيش قوي، ومش بيطيقوا أمريكا، بيوروها العين الحمراء. تتميز باكستان بطبيعتها الخلابة وجبالها الساحرة، كما تتميز بمظاهرات حنجورية لحرق العلم الأمريكي كلما تحصل مصيبة، مثلا حرق المصحف في أفغانستان، قصف عناصر القاعدة، مقتل 11 باكستاني على الحدود في 2008 ومقتل 24 باكستاني على حدود 2011. طبعا ده يختلف تماما عن اللي بيحصل عندنا وخصوصا الناس اللي بتموت على الحدود. المهم ان كل ده ما اثرش على علاقة البلدين، وبرضه امريكا ما بطلتش المعونات العسكرية والاقتصادية بتاعتها اللي وصلت ل 30 مليار دولار. المهم بالرغم من المعونات اللي رايحة جاية المظاهرات ما وقفتش، حرق العلم الأمريكي موقفش، وكل جمعة في إعلان جهاد ضد الشيطان الأمريكي، كل شوية بيقفلوا منظمات حقوق الإنسان وبيقولوا إنها عملاء الشيطان، والبرلمان الإسلامي والشارع الإسلامي بيشتم في أمريكا صبح وليل. وحتى لما في سنة 2011 لما أمريكي اسمه ريمون ديفيز قتل 2 باكستانيين والدنيا قامت وحرقوا العلم الأمريكي وراح للقضاء الشامخ هناك واتحكم عليه وبعدين سافر على بلده. Today what happened is our Americans got out of Egypt. Congratulations. We're happy with that. They're safely on their way. يبقى الوضع هناك كالآتي: شتيمة، حرق علم أمريكا، حنجوري، والدنيا ماشية زي ما اللي حاكمين البلد فعلا عايزين. بس مصر مش باكستان. إيش معنى باكستان؟ وده معاد سؤال الحلقة اللي بيتكرر في كل مرة في كل حدث في كل أزمة. مين المسؤول؟ من المسؤول؟ موقعة الجمل، شهداء الثورة، مين مسؤول؟ 9 مارس، البالون، ما السبب ومن المسؤول عن الانفلات الأمني المروع؟ رصيدنا يسمح، أحداث السفارة، محمد محمود، من المسؤول؟ مجلس الوزراء، فلوسنا اللي برا، مين المسؤول؟ أحداث بورسعيد، من المسؤول؟ لن نركع، الأمريكان اللي طاروا، مين اللي يتحمل مسؤولية اللي بيحصل؟ وأخيرا معانا حل سؤال الحلقة والجايزة رحلة لأمريكا. المسؤول عن الأحداث الأخيرة وأحداث الليلة وكل ليلة هو الطرف الثالث. قال يعني اتفاجئته. تودو كبكيك هتظبط. Thank you.